المتسابق حيدر الصالح من البصرة، بداية بمسابقة منشد العراق كانت مذهلة من ناحية إنشاده اللي كان نشط جدا والاختيار المناسب لصوته، وقدر يقنع اللجنة بالكامل ويبكيهم. صغيرة وأريدك أنام على يدك، صغيرة وأريدك أنام على يدك، تودني لترايب تودني لترايب لطم صدرك يا صيحين وامشي بويا بعبره مختنقة. الله المغرب بويا حيل اشتاق للملقى، مثل حضنك حضن لي خدود وين القى، مثل حضنك حضن لي خدود وين القى، بخرايبة وحار علي وخدود محترقة، بخرايبة وحر علي وخدود محترقة. استمر حيدر بإقناع للجنة وإذهالهم بصوته المميز الممزوج بالإحساس الفريد، لذلك حصل عبور تام وتأهل. لا تطلب المال كل خوفي من نيتروح وتقطع حشاي دايري ذابني. عبد الله يا شمعة ضوى عيوني، هاكي خذ ماي العين يا ابني وسلوتي، خلي فرح بدين يا وكانت أكو مشاركة ثانية للصالحي من كتاباته وإنشاده لأبطال الحشد الشعبي. عدتهم الجيلة ذول أزلام كلف أرباتهم شيلة، ذول أزلايا يا 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 كلف أرباتهم شيلة، ما يطون حكهم وما يرضون بالعيلة، صعدوا على السواتر عزبوا بالروح، صعدوا يا 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 على السواتر عزبوا بالروح، طاحوا للوطن برواح نفديله. وبالمرحلة الثالثة أخذ حيدر بإنشاد اللجنة الغير عالم وأقنع المنشد على الدلفي وصار ضمن فريقه. خوان عندي وفيهم مخيم علي، كبار اخوتي وتارسيني الدنيا في، اش ما كبار زود الاخو ما يزيد في الابو، اش ما كبار زود الاخو ما يسيت في الابو، كبار اخوتي كبار اخوتي.
وبمرحلة المواجهة اللي كانت مليانة إحساس اللي نافس بها حيدر المتسابق ليث غالب، لكن الصالحة قدر يتأهل بعد ما أقنع علي الدلفي. ما كنا صر كابر ناطور ريشات ثني حاوطوني ولوني خذوني قيد ليدي أصيح تكبري الحيرة غريب وشحتي الغيرة كلام بعيني تفسيره بعيني تفسيره يفزع كام حجي عيوني هلي لحقو يقللكم هلي مني مرورة الغربة يا الله لا يضاوكم. وفي حلقة التصفيات النهائية قدر حيدر الصالحي يقنع المنشد المميز علي الدلفي ويتأهل إلى مرحلة التصويت وحصل على التسلسل رقم 5. يواسون زينبي علي مصابها لا تكتبون شمر جاريح جابها والله ما يرضى الكفيل وانتو ما عدكم دليل والله ما يرضى الكفيل وانتو ما عدكم دليل الشمر جاريح جابها بالله قولوا منين جيبتو هالرواية البيها طاح حجاب زينب والعماية. إذا تشوف حيدر الصالح يستحق لقب منشد العراق صوت له.